فليعلم الجميع أن دعوة الحق لا تحارب بالسجون ولا بالقهر ولا بالاضطهاد. ستخرج دعوة الحق من ثنايا السجون ومن ثنايا المعتقلات، تخرج دعوة الحق ويظهرها الله جل وعلا، ولا يمنعها أبدا مثل هذه الأفعال. ابن تيمية سجن في قلعة دمشق عليه رحمة الله، كتب ألف علم. ابن عبد الهادي في الدرر لما تكلم عن مناقب ابن تيمية قال: فصار السجن مكانا للعلم والإيمان. بعض الناس بيقول لهم أسجنونا عشان نمشي نتعلم ونستفيد من ابن تيمية جوا السجن. لما توفي ابن تيمية المسجونين المعاو جوا قالوا: نحن أولى بالصلاة على شيخ الإسلام ابن تيمية. السجن بقى مكان للعلم والعبادة والتقى والزهد. لذلك دعوة الحق لا تحارب بالسجون.